هذا الملف، هذا الملف وسجل يوم 25 ديسمبر تحت الرقم 1746 لدى النيابة العامة بالملفات كاملة للنيابة العامة ويسجلوا ونعطاه لهم رقم 1746 سنة 2011، ونفس النهار مملي وسجل عن ديوان التحقيق تحت الرقم 10/2011. هذه التبخة كاملة وعدلت نفس النهار بسرعة سرعة البرق. هذا شنو معناه؟ معناهاش معناها عن القضاء آل فيت الرئيس السابق الموريتاني اللي ينقال له محمد بن عبد العزيز كان يأمر الشرطة السياسية اللي هي إدارة أمن الدولة، وكان يأمر وكيل الجمهورية، وللأسف الشديد القضاء هم اللي انجر لنفس اللعبة نفس السيناريو. إيش عنا نقول؟ واش نقول عن هذه التهمة؟ ما عندها أي معنى سياسي، ما عندها أي مغزى سياسي، بل هي تهمة سياسية من حيث صناعة الملف، من حيث صناعة التهمة، من حيث سرعة البرق اللي يعدل فيها. وأنا بعد اللي مارس الحمد لله للقضاء.